توقيت معاك مينا حب فرنش. النهاردة احنا عندنا منهج اولى ثانوي اللي هو اسمه الكلوب ادو بلوس ان اني تي ان. بتتكلم عن ايه؟ حاجة اسمها لو كلوب دو ما كلاس. دايما بحب اشرح الانيتي النوم بتاعها. انا عندي كلمة الكلوب ليها تو مينينج. عندنا اول مينينج اللي هو ان ليو، كلمة ليو يعني مكان، وهو معناه نادي طبعا زي انتم عارفين. والمينينج التاني او السونس التاني حاجة اسمها ان جروب، وكلمة جروب دي اللي احنا محتاجينها، هو جروب من البيرسون او الاليف او السيان. بما ان انتم السيان طلاب ثانوي والسيان طالبات ثانوي، بيتكلموا عن ان جروب، نادي او مجموعة من الناس بيشتركوا في نفس الكاركتير او الخصائص المشتركة بينهم. فانا عندي اليونيتي ان، يونيتي ان اسمها لو كلوب دو ما كلاس، نادي اصحابي اللي في الفصل. طب انا عندي الدو دي بتربط بين دو نو، الاسمين دول اللي هو كلوب وكلاس. ونطق النادي اسمه كلوب، كلوب مش كلوب، لا كلوب كلوب. فنقول لو كلوب دو ما كلاس. طب يعني ايه كلمه ما؟ هنعرف ان عندنا بالانجليش في حاجه اسمها ماي، وماي دي بالفرنسي ليها تغوا تيب، تلات اشكال، يا اما مون يا اما ما يا اما مي. كاين لا ديفيرونس اونتر لو دو المون، دي كلمه ماسكولين يعني يجي بعديها كلمه ماسكولين. فنقول اكزامبل كده، هقول مون بير يعني ماي فازر. طب ما بيجي بعديها كلمه فيمينا زي مثلا كلمه كلاس طبعا، زي كلمه مير مامير مامتي. طب والمي هيجي بعديها كلمة بلوريل اخرها حرف الاس. فناخد اكزامبل، هقول فريخ معناها برازرز اخوات، او سوغ مثلا اخوات بنات. فانا عندي ماي هنا مون مامي، فاحنا هنا قلنا مام علشان كلمة كلاس. طب كلمة كلاس معناها فصل. فانا عندي نلاحظ ايه؟ ان كلمة جروب اللي انا قلتها بالانجلش بتكتب كده، بالفرنسي زودنا لها او. كلمة كلاس في الانجليش بتكتب كده، في الفرنسي زودنا لها او. فنلاحظ ان الكلمتين دول قريبين من الانجليش، فنقول عليهم هم عاملين زي الانجليش بس بلس حرف الاو اللي في الفينال بتاعة الايه المو. وكلمة جخوب كلمة ماسكولا، وكلمة كلاس كلمة فيمينا. يبقى انا كده عرفنا النوم بتاع اليونيتي. نكمل مع بعض. ايه اليونيتي دي هدفها ايه؟ اول حاجة يا شباب احنا عايزين نتعلمها النهاردة identifier quelqu'un. يعني معناها يا شباب عايزين نحدد هوية شخص ما. يبقى identifier the verb هنعرفه مع بعض، premier group اللي متفرجش على تأسيس الفغاز، والبريمير جروب والدوزيام جروب موجودة عندنا على القناة اللي هو التأسيسات بتاعة اللونج فرانسيز. طب البريمير جروب ازاي بنصرفه؟ نفتكر مع بعض، سبريم الأر برون لكور دو فيرب اي اجوتي لترمينيزون دو بريمير جروب، نهاية المجموعة الأولى اللي هي أ أ أس أ أو إن أس أ زد والأ إن تي. ده كده مراجعة الإيه كبسيطة للأفعال البريمير جروب. طب يعني ايدنتيفيه قلنا معناه يحدد هوية شخص ثم. طب أنا عندي حاجة اسمها كيستيون، سؤال. طب السؤال بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه هو از زيز. طب أنا عايز أمشيها واحدة واحدة. What's meaning who, what's meaning this, what's meaning is وهكذا. هو بالفرنسي اسمها كي، وإز اسمها إيه the verb être، وزز اللي هي بالفرنسي اسمها سو. يبقى كياس كياس كي ياس. طب en français je peux mettre inverse، يعني أعمل بدل السوجي يجي في الأول بعديها الverb. فممكن أقول كي وأقول سو وإيه. فنلاحظ حاجة إن مينفعش اتنين فويل، فنقول هنا أبوستروف، فنقول كي سي. يبقى عندي كياس
كيسي، وممكن اعمل انفرس كمان، اخد السجو الفيرب في الاول وبجيب بعديها المو انتروجاتيف اداه الاستفهام، فممكن اقول سي كي يعني مين، انه يكون من، يبقى كيس كي سي سكي، بيتفق مع كيس كي سي سكي. ده كده السؤال بتاعنا اللي هو بيقول لك بور ايدنتيفي كالكان، عشان تحدد شخص ما تقول كيس كي سي سكي. لازم يمسي مين احفظ واحده منهم ولا الثلاثه؟ لازم احفظ الثلاثه يا شباب. ليه؟ عشان السيتواسيون بتاعتنا تشوز او شوازي اون فرونسي دو بون ريبونس، اجابتين صح، فانت لازم تكون عارف الايه الثلاث اشكال دول. طب السؤال المهم هنا بقى، عشان انا احدد بقى الشخص ده او اقدمه بغيزونت، طب اقدم ازاي الشخص ده؟ يبقى هنا عندنا في حاجه اسمها البي غيزونتاتيف، البي غيزونتاتيف اساليب التقديم. من هنا عايزك تعرف ملحوظه مهمه قوي، في فيربين، فيرب الاولاني اسمه بريزونتي وفيرب التاني اسمه سو بريزونتي، كالي لا ديفيرونس انتر لو دو؟ اول حاجه نلاحظ ان لو دو سي تيرمين بار لا لوغتر او ار، يعني ده بريمي جروب، مي السي هنا اليا سو. طب الديفرنس ما بينهم ايه؟ بريزونتي لوحدها معناها بيقدم شخص ما، لكن سو بريزونتي معناه يقدم نفسه. طب من هنا عايزين نعرف معلومة مهمة، ايه هو الفيرب بريزونتي وازاي نصرفه، وسو بريزونتي ازاي نصرفه؟ لو احنا نتكلم على بريزونتي كده يا شباب، اهوت بريزونتي احنا اول حاجة بنعمل فيها دليت الاو اخ، نقول لا احنا مش عايزينك، بغون لكور اكري لي برونون، نفتكرها مع بعض، جو يعني انا، تي انت، ايل هو، ال هي يعني هي وشي، نو احنا، فو انتم او حضرتك او حضرتك، ايلافك اس ايلافك اس هم او هن اللي هي انجلش زي. بعدين نكتب الكور دي فيرب اللي هو بادي الجسم، بريزون بري زون بري زون بري زون بري زون بري زون، بوي اجوتي لترمينيزون دو برمي جروب، هنحط نهاية المجموعة الأولى اللي هي أ، هنا أ اس أ أو إن اس أ زد والأ إن تي، ده كده معناه أنت بتقدم حد. فنقول مثلا جو بريزونت علي، أنا بقدم علي، أ منى الى منى وهكذا، ويجي منها حاجه تانية هنعرفها قدام. طب عايزين بقى من دلوقتي نصرف فيرب تاني اسمه سوبريزونتي. سوبريزونتي كومون جو بي كونجوجي سي فيرب، ازاي نصرف الفيرب ده؟ نلاحظ مع بعض، اول حاجه نفس البرونو هنكتبها اللي هي جو تي ايل ال، عندنا نو، عندنا فو، إلافك إس والإلافك إس بويس. الحاجة المختلفة بقى بليس إيه بقى؟ إن عندنا السو دي بتتكونجيجي أفاك البرونو، لأن أنا بقول بقدم نفسي، فين كلمة نفسي اللي هي السو؟ بتقدم نفسك، فين كلمة نفسك اللي هي المعتي؟ فأنا بقيت السو مع جو تديني مو، مع تو تديني تو، مع يقول إل تديني سو معناها نفسه أو نفسها، مع النو تديني نو معناها نفسنا، مع الفو تديني فو، مع الايو لافيك اس هتديني سو. طب يا مسيو مينا، مع النو والفو لازم اكتب نو كمان؟ اه، لان النو الاولانيه معناها نحن والنو الثانيه معناها نفسنا، فهنا السو كونجيجي جو مو تي تو ايل والال سو، نو نو فو فو ايل والال سو. ها ربيت افك موا، جو مو تي تو ايل ال سو، نو نو فو فو ايل ال سو. طب الفيرب كومون جو بي كونجيجي كوم لو فيرب بريزونتي الاولاني، احنا سبريم الاو اخ، بغون لو كور دو فيرب، اكري لو كور دو فيرب يا اولاد اهوت الشباب، بريزون، وبعديها نحط التيرمينيزون دو بريمي كروب، نهايه المجموعه الاولى مع جو نحط لها او،
مع تي او اس مع اي و ال او مع نو او ان اس مع الفو او زد مع الافيك اس الافيك اس او ان تي. طيب نلاحظ ايه؟ انا عندي جو هي اختها مو، فبقت انا نفسي، تي اختها تو، انت نفسك، اي و ال اختها سو، هو هي هي نفسه نفسها، نو اختها النو، فو اختها الفو، والافيك اس الافيك اس اختها السو. طب انا لو خدت التو ديت اللي بمعنى بنفسك وحطيتها هنا فتديني ايه؟ تديني حاجه اسمها جو تو بريزونت. جو تو بريزونت انا بقدم ليك علي، يبقى هنا اتغير لي المينك. جو تو بريزونت انا بقدم لك، بقدم لك انت الشخص ده، يبقى جو تو بريزونت علي. وممكن اقول مكان التو اقول فو، يبقى هنا اقول je vous présente علي، بقدم لكم، بقدم لحضرتك. طب نكتبها مع بعض كده عشان نفتكرها كده يا شباب. مع بعض نكمل اساليب البريزونتاتيف. ممكن اقول سي اللي هي زيز از، انه يكون بيجي وراها كلمه ماسكولا او فيمينا، مذكره او مؤنثه، لكنها تكون سنجلي مفرد. فممكن اقول سي علي، وممكن اقول سي منى. ونلاحظ ملحوظه مهمه قوي، ان السي لازم يجي وراها فيرب اللي هو ايه؟ اللي هو فيرب تو بي. طب لو كان اللي انا بقدمه كان جمع، ممكن اقول برضو سو، بس اجمع الفيرب اتخ هتبقى سون، يبقى سو سون، واكتب مكانها علي ايه منى. طب هل في طريقه تانية؟ اه، طريقه رقم 3، ممكن استخدم حاجه اسمها فواسي، ونشوف نطقها الاول ايه نطق وا، فاقول هنا فوا فوا فواسي، وفي حاجه اسمها فوالا، ومعناهم ها هو ها هي ها هم ها هن. طب بيجي بعديها يا اما مفرد يا اما جمع، مفرد يا اما ايه؟ جمع. فانا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول فواسي علي او فوالا علي، ممكن اقول فواسي منى، ممكن اقول فواسي علي او فوالا علي ايه منى. طب في حاجة تانية؟ اه، انا ممكن استخدم حاجة اسمها جو بريزونت بقى، بس اقول قبليها جو تو بريزونت او جو فو بريزونت. طب بريزونت كونجيجي افيك مين؟ الفيرب هنا متصرف مع مين؟ مع جو، لان انا اللي بقدم. جو تو بريزونت انا بقدم لك، جو فو بريزونت بقدم لكم، ويجي بعديها النوع اللي انا بقدمه، علي منى ابراهيم، اي اسم من انا من اللي انا عايز اقدمهم. طب في طريقه تانية؟ قال لي اه، ممكن تستخدم لي ال صابيل، هو اسمه، ممكن تقول ال صابيل هي اسمها، ال صابيل، وممكن تقول إلافك اس او إلافك اس صابيل. ملحوظه مهمه قوي يا شباب، ان مع سو لازم يكون في فيرب، مع سون سي سون لازم يكون في فيرب، مع جو لازم يكون في فيرب، مع الاي والال والإلافك اس والإلافك اس لازم يكون في فيرب، لكن الوحيده اللي هي فواسي او فوالا هي دول يجي بعديهم الاسم على طول. من هنا خلصنا مع بعض اول فيديو من المراجعة اللي هو اساليب التقديم والسؤال بتاع التقديم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. au revoir. ما ننساش المشاركة والمتابعة، وتقول لي استفدت قد ايه من الفيديو، ولو عايز فيديو تاني تابعني اكتر على القناة. au revoir.